هو الحقيقة المشاركة السنة دي مميزة جدا مع شركة المنتور دوت نت، منصة العرب للتعلم الذاتي، لأن احنا بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بنطلق مبادرة مليون رائد أعمال عربي. المبادرة هدفها إن احنا يعني في محتوى كتير لريادة الأعمال، وفي مهتمين كتير بموضوع ريادة الأعمال، وفي مؤسسات كتيرة مسرعات أعمال ورواد أعمال ومستثمرين، فاحنا حبينا ان احنا نكون همزة الوصل ما بين كل الأطراف دي. بندي التوعية والتدريب لرواد الأعمال باللغة العربية.